السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات زبيدة. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم واحد الحلويات بدون فرن الأطفال الصغار، كيجيو زوينين بزاف. مكونين فقط لهما الشوكولا والكراميل، وبما أن الوليدات عزيز عليهم الكراميل وكذلك الشوكولا، فاليوم غنحضروا هاد الحلويات هادو، والذوق ديالهم كيجي رائع جدا. ونتمنى إن شاء الله ينالوا إعجابكم، وغندوزو على بركة الله لطريقة التحضير. إذا بسم الله، غادي نحتاجو لهاد القوالب الورقية اللي صغار كيف ما كتشوفوا معايا. كتختاروا نتوما اللون اللي عجبكم، كاينين في جميع الألوان. وغنحتاجو لهاد الأشرطة، هادو موجودين في الأماكن الخاصة بمستلزمات الحلويات. كنقطعوهم بهاد الشكل صغيورين، هما كيكونوا بهاد الشكل صافي. وغنحتاجو كذلك الصوص كراميل، وغنحتاجو الشوكولا نوار. فانتوما غديروا القياس اللي بغيتو. اول شي كندوبو الشوكولا في بماغي او في حمام مريم، وكنوضعوها بهاد الشكل في القاعدة ديال القوالب الورقية. فالطريقة جد سهلة، ما كتاخدش الوقت. صافي. ثم من بعد كناخد واحد الملعقة صغيرة، وغنبقاو نوضعو شوية ديال الكراميل وسط كل وحيدة كيف ما كتشوفوا معايا. خصنا الكراميل هنا، خصنا نوضعوه في الوسط، ما يكونش واصل للجوانب باش ما يخرجش لينا من الجناب كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. صافي. من بعد كنغطيو بالشوكولا من الفوق مباشرة بعد ما كنوضعو الكراميل بهذا الشكل. صافي. من بعد ما كنكملو، فاحنا كناخدو هاد الأشرطة هادو اللي قطعناهم صغار كيف ما كتشوفوا معايا، وكنثبتوهم في الجوانب بهذا الشكل، كيجيونا على شكل سلة صغيرة، وكيجي حتى المنظر ديالهم جميل. وبهذا الشكل كيعجبوا الوليدات. انا غنستمر حتى نكمل ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. وهذا هو الشكل النهائي، نتمنى ان شاء الله يكون نال اعجابكم وتجربوهم الوليدات، فالطريقة ديالهم سهلة جدا. ما تنسوش تخليو لايك الى عجبكم الفيديو، وكذلك توصلوا لاكبر عدد من اللايكات وتساهموا في دعم القناة. وما تنسوش كذلك لاول مرة كيلتحق بالقناة فينضم القناة ديالي بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، زر الاشتراك او سبسكرايب مع تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل جديد حلويات زبيدة. كنشكركم دائما على حسن المتابعة والوفاء، ونتلاقاو مع فيديوهات اخرى وفي أمان الله.